بدر بن إبراهيم بن سعدان العضو المنتدب لشركة آل سعدان للعقارات، رحب فيك معنا في إم بي سي في أسبوع. ما هو رأيكم في أثر إنشاء صندوق التنمية السياحي على قطاع السياحة في السعودية؟ أهلا وسهلا فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا صندوق التنمية السياحية له أثر كبير على تنمية قطاع السياحة في المملكة، ومشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام في دور تنمية السياحية في المملكة، وإنشاء البنى التحتية والمشاريع السياحية، وطبعا زيادة بالتالي زيادة الوظائف والناتج المحلي. وكلنا نعرف أن المملكة فيها مقومات سياحية كبيرة جدا، وجميع دول العالم أو مواطني العالم يتشوقون لزيارة المملكة لمعرفة بعد الانفتاح في السياحة، وبما فيها كانت التجربة واضحة والإقبال واضح أثناء التجربة في العام الماضي بافتتاح المواسم والتأشيرات السياحية. طيب دكتور بدر، الآن يعني بالحديث عن القطاع الخاص والاستثمار فيه، ما هو دوركم أنتم بالذات في القطاع الخاص كمستثمرين أو حتى كمستفيدين محتملين للمساهمة في البنية التحتية؟ وإحنا نعرف أنه في القطاع السياحي في السعودية تحديدا البنية التحتية هي الأهم. في المشاريع العقارية طبعا عامة سواء السياحية وغيرها، البنية التحتية أهم شيء. فإنشاء صندوق بهذا الحجم يتوافق مع رؤية المملكة 2030 بمشاركة القطاع الخاص والقطاع العام في إنشاء المشاريع بالمملكة. مهم جدا إنشاء الصندوق هذا ومشاركة القطاع الخاص، وبالتالي سيكون هناك تشجيع وتوجه من القطاع الخاص للمشاركة في التنمية والبحث عن المشاريع المناسبة كل في مجاله، وسيكون هناك منافسة عادلة بين الشركات المحلية. ولمنافسة الشركات العالمية اللي الآن تعمل في إنشاء المرافق السياحية في أنحاء المملكة. عندنا طبعا لو نتكلم عن المناطق السياحية اللي نتطلع لها في شركات القطاع الخاص، في عندنا الساحل، مشاريع على الساحل البحر الأحمر، وعندنا مشاريع في مشروع القدية، وعندنا المشاريع المستقبلية في المرتفعات الجنوبية الغربية. هذه فيها يعني كل المقومات موجودة في جميع فصول السنة الأربعة. المرتفعات الجنوبية الآن في الصيف مصائف تعتبر، والسواحل البحر الأحمر فيها مناطق منتجعات شتوية. جميع المناطق هذه فيها المقومات السياحية، وجميع الشركات التطوير العقاري تنتظر المشاركة والدعم بهذا الصندوق، وكلنا إن شاء الله يعني مستبشرين بهذا بتواجد هذا الصندوق. وما في شك أنه وزارة السياحة على رأسها معالي وزير أحمد الخطيب سيكون داعم كبير لقطاع العقاري والسياحي، ومشاركة إن شاء الله لها النجاح. دكتور بدر، طيب بالنسبة لمشاركة الشباب والشابات في السعودية، لأي درجة يعني جهدهم حيكون موجود في المساهمة في التنمية السياحية سواء داخل السعودية طبعا أو استقطاب سياح من الخارج المملكة؟ الشباب يعني السياحة، بناء السياحة يعتمد يعني معظم السواح ينتظرون اكتشاف المجتمع، اكتشاف العادات التقاليد المجتمعية. فالحفاظ على التقاليد والعادات المجتمعية في المملكة هذه ستكون جاذب أساسي للسواح. لو نتكلم على السواح الغير مسلمين مثلا، المسلمين إن شاء الله عارفين عاداتنا وتقاليدنا وقريبة منها، لكن السواح الأجانب نتكلم على الأوروبيين، الأمريكتين، شرق آسيا، هذه المناطق يحتاجون اكتشافات غير الطبيعة الموجودة، مشاركة المجتمع في الاكتشاف. فشبابنا وشاباتنا كلهم مطالبين بالمشاركة في إظهار الصورة الجيدة والانطباع الجيد عن المجتمع السعودي وعن الأخلاق ونشر الدين والأخلاق الدينية والتاريخ والتراث. فهذه كلها جميعها مشاركات إن شاء الله تكون جاذبة للسياحة الخارجية، وهذا دور مهم جداً.
وكذلك توليد الوظائف، سيكون وظائف حديثة ستنشأ من المشاريع السياحية، وبيكون في مجال وفرص للشباب السعودي للمشاركة في هذه التنمية السياحية.